السلام عليكم، تنتمنى تكونوا كلكم في احسن الاحوال. اليوم جيت نقدم لكم الوصفه ديال تاكوس اللي كل شيء تيحمق عليها. خليكم معايا ان شاء الله. المقادير: جوج زلاف ديال الفرينه، معلقة كبيره ديال زيت لو سيغ، ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه والماء دافي. غادي ندير الملحه، زيت لو سيغ وزيت البلديه مخلطه، نخلط بلا سباتول. نخوي الماء دافي بشويه، ما خصنيش نقصها حيت الا جات العجينه قاسحه عادي تعذبني منين نعلكها بالدلاك. هاد العجينه هادي غزاله بزاف، سحريه، تتوجد في عشرات ديال الدقائق وما تحتاج ندلكوها، ما فيها لا خميره ديال الكاطو لا خميره ديال الخبز. وسبحان الله، جربوها وردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله. تنجمع لي بوغ لي لاصقين باش ندير اون بول باش نقدر نفرقها. هاني درت دي بتيت بول ونخليهم يرتاحوا 5 دقائق. نسرح العجينه الاولى، نيزيتي با ميتر دو لا فارين الا كانت تلصق. هاد لو سيركل هذا ديال الباتيسري على حساب باش العجينه ديالي تتكون الشكل ديال الدائره. ما كانش عندكم ماشي مشكل، ها هي تطيب في الفراح. الفراح تيكون بيان سور سخون وتنقص العافيه، هي الجهد اللي تطيب نص طيبه. منين تطيب تنديرها في المنديل ونغطيها. انا قطعت صدر ديال الدجاج، ممكن تخدموه بالكفته ولا العدان كما بغيتو. عندي له شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، وشويه ديال زيت البلديه. هاني خلطته، خليته واحد 10 دقائق، رقد واحد شي شويه. دابا درته في المقله وعادي نمشي نديرو فوق العافيه ونخليه يطيب شويه على خاطرو لمن نوجد لا سويت ان شاء الله. دابا عادي نبداو لاصوص فروماجير. لاصوص فروماجير هي المهمه في التاكوس، هي اللي تتزينو سبحان الله.
غادي نحتاج جوج ديال لي بو ديال لا كريم فريش و الكروييير. هاد لا كريم فريش تتباع في مارجان، ممكن تديرو د العبار، الا درتو د العبار ديرو جوج كيسان د العنبه. غادي نخوي لا كريم فريش في الكاسرونه، من بعد نخوي فروماج غروير. دابا ندير شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، ندير الكاسرونه تسخن ونبقى نحرك. الا ما كانش عندكم لا كريم فريش تقدو تغامبلاسيوها بالحليب، نص يطرو د الحليب ومعلقه كبيره ديال المايزينا، ولكن الفرماج ضروري خصو يكون. لي بريباراسيون لي وجدتها هما كلهم ستفتهم فوق الطبله، لي فريت بيان سور راني وجدتهم من قبل. شويه ديال البصله وماطي شاندي، فرماج ديال ساندويتش، ونبدا نعمر ان شاء الله. ها التاكوز درتو يطيب فوق لا بلاك، يعني ماشي اوبليجي تكون عندنا لاباري. اللي ما عندهاش لاباري دير بحالي لا بلاك، ولا دير مقله ولا الفراح ديال الحرشه اللي كان. غادي ناخذ واحد لو كوفيركل باش نضغط على تاكوز. غادي نولي نعاود نفس عمليه، تنسالي الحشوه اللي عندي.
اي فوالا، هاني ساليت لا روسيت ديال لي تاكوس. تنتمنى تكون عجبتكم، تنتوما جربوها في الدار. الى عجبتكم ديروا لي ابوني ولايك، وانا نقول لكم تلاقاو مره اخرى ان شاء الله مع فيديو جديده، وخليتكم على خير، والسلام عليكم.